اذا انا دخلت ان شاء الله في الموضوع ديال هذا نطلق على ذاك إذا نطلقوا هذا الاتجاه هذا انتم بصفتك رئيس وداديه حي البساتين، اليوم الحمد لله قلنا غادي نقوموا بواحد الحمله تحسيسيه بحي البساتين كمجتمع مدني، و يعني على حسب هذه الجائحه اللي انتشرت، فكنت كنطالبوا منكم انكم تقوموا بارتكاب الاهتمامات ديالكم وتاخذوا الحضار ديالكم وتخليوا واحد المسافه فيما بينكم، لان وقع واحد التماطل وواحد يعني ما بقيناش كنعتبروا هذه الجائحه كاينه، فخصنا نحاربوها وتفهموا الوضع، لان المرض ولا كينتشر بزاف، ولات زيارات العائلات بزاف، والسفر ولا كثير يعني من منطقه لمنطقه بدون رخصه بدون هذا، فلهذا كنتمناو من جميع السكان انهم يحترموا المسافات الوقائيه وياخذوا الحضار ديالهم، وان شاء الله يكون خير، وكنتمناو من الله سبحانه وتعالى انه يرفع علينا هذا الوباء ونحترموا بيناتنا المسافات ونديروا الوقايه ديالنا ونديروا الاهتمامات ديالنا، والسلام عليكم. أنا المنطقة ديالنا كانت البارح بواحد العدد قريب، اليوم عند واحد شي عدد كيخلع. حياتك خصها 300 درهم. هذه رئيسة ودادية المبيعات اللي حنا كنتواجدوا فيها، حنا كندورو اليوم حملة باش نهضروا مع الناس ونوعيوهم باش يديروا الكمامة ويحافظوا على التباعد الجسدي ويديروا النظافة ديالهم باش نحاربوا هذا الوباء هذا، نحاولوا ما أمكن أن نوعيهم باش نحاربوا هذا الوباء، ونتمنوا أن الله يرفع لنا هذا البلاء. راه الحالة الوبائية في مكناس راه تغيرات، علاش؟ لأنه تحلوا المدن. نادية بن عبد رئيسة جمعية نادى للتنمية والتربية والتكوين، حنا كنتواجدوا هنايا في جردة ديال البساتين، يعني بحملة تحسيسية ضد هذا الوباء، اللي هو هذا الوباء هو خطير جدا، وأننا بعد ما كانت صفر حالة في مدينة مكناس، أننا الآن كنعرفوا بأن الحالات تتزايد وبشكل كبير جدا، وهذا أن الناس ناسين أن هذا الوباء راه تنتشر بواحد السرعة كبيرة جدا. وما عارفينش الخطوره ديالو، الخطوره ديالو راه كتكمن في سرعه الانتشار، انا نقدروا واحد نقدروا ان نعيشوا ونقدروا نموتوا، وماشي غير حنا اللي غنموتوا، غادي يموتوا معنا عدد كبير من العائله، يعني خصنا نتفاداو هذا الوباء، وكيفاش غادي نديروا نتفاداوه؟ غادي نتفاداوه بوضع الكمامات، يعني بوسائل وقائيه يعني جد سهله، اللي هي وضع الكمامات، نغسلوا يدينا ديما يعني 5 مرات حتى 6 مرات يوميا، انه يكون هناك تباعد فيما بيننا، وهكذا غادي نكونوا حمينا نفسنا وحمينا الاخرين. ما نوصلهاش وكنثقوا فيكم.